مع ان في منتخبات قويه مشاركه، المغرب قويه، تونس قويه، السعوديه عندها قوه. مشكله انك تؤمن بنفسك يا كريم يعني. أيوة. معلش ما أيوة. لو احنا هنتكلم حتى على منتخب انجلترا، وهنيجي على فكره منتخب والاداء، وتحديدا ده الخبر الاولاني اللي معانا. هو طبعا تالق زي ما حضراتكم شايفينه، وعمل زي ما بيتقال كده، وجه انذار شديد اللهجه يعني. أيوة. هو وجه انذار شديد اللهجه للجميع، وكان بيقول لك انا موجود، انا دلوقتي موجود على الساحه، انا الى حد ما يمكن الكامباك بتاعي. لكن هو كان في الاول وفي الاخر انذار شديد اللهجه لكل المنتخبات اللي كانت مشاركه، لان تكلم انت واحد من المرشحين الى حد ما بالفوز، ده كلام الناس بعد الماتش الاخير او المباراه الاخيره اللي فاز فيها على ايران 6-2. سكور جيد، طبعا سكور جيد جدا طبعا. سكور جيد جدا، لكن برضه منتخبات او منتخب انجلترا مش من المنتخبات اللي كانت، لما تيجي تقول كده مين المنتخبات او تتوقع المنتخبات اللي يعني اللي ممكن تكون هتتاهل او اللي هي هيبقى المنافسه ما بينهم، ما كانش انجلترا ابدا يعني. كان عندك ممكن البرازيل، كان عندك فرنسا، كان عندك الارجنتين، لكن ما حدش جاب سيره ابدا انجلترا يعني. ما كانش في ابدا حد بيتوقع انجلترا. لكن على كل حال المباراه كانت اكثر من رائعه. تيجي برضه على الصعيد الثاني، لسه اقول لك ما هم بيلعبوا ايران يعني، ما انتش بتلعب برضه فريق او منتخب يعني مصنف او حاجه، لا انت بتلعب ايران، فحتى لو انتهت 6-2 ما هياش حاجه واو يعني. لكن برضو انا بشوف ان ده في ظلم شويه لمنتخب انجلترا. منتخب انجلترا يعني باستثناء يمكن النسخه الاخيره في المونديال في 2018 كان غير موفق يمكن، وقلنا الكلام ده، وما بيكملش للادوار النهائيه. لكن واضح ان هو مع المدرب الجديد يمكن بقاله فتره طويله برضو مع الجيل الحالي، هنشوف رد فعل يمكن مختلف، رد فعل قوي مع المنتخب، نتمنى ذلك. بعد المباراه بالامس كانت برضو قلبت المعايير شويه كريم، برضو طبعا. سكور حلو زي ما بنقول 6-2، ويمكن ده برضو اللي بيديك شويه ان المونديال ده فيه اهداف كتيره بتحصل لحد دلوقتي يعني. انت بتشوف سكور حلو، بتبقى 1-0 او تعادل او غيره، انت بتشوف مباراه او مباريات فيها سكور حلو وفرق بين يعني الاجوال او عدد الاجوال بين الفرق وبعضها. يمكن برضو من الامور يعني هوند اللافته لنظر البعض من الناس، فكره ان انجلترا وهي عندها واحد من اقوى دوريات العالم، ان ما كانش الدوري الاقوى على الاطلاق، ومع هذا قوه الدوري مش منعكسه قوي في قوه حقيقة. المنتخب في الفتره الاخيره، علما بان انجلترا دي كان طول عمرها ليها صوالات وجولات وحاضر قوي دايما في كل النسخ السابقه من كاس العالم. لكن نرجع لماتش امبارح، فعلا انتصار اكيد مهم بطبيعه الحال لانجلترا، اشعل الاجواء من بدري ورفع سقف الطموحات من بدري للفريق الانجليزي وجماهير الفريق الانجليزي اللي اكيد مستنيين المنافسه على اللقب، مش مجرد ان هم يتخطوا عقبه او اتنين، لا ده هم رايحين عشان ينافسوا على اللقب. دي المباراه الاولى.